وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد بحضراتكم التحية والترحيب في انطلاقة هذا الشوط لتعلن انطلاقة الشوط الخامس عشر للأبكار المهجنات. على بركة الله أعلنت الانطلاقة، بدأ هذا التحدي وبدأ التمايز في هذه اللحظات لتنطلق هذه الشعارات لتشكل هذه اللوحة الفنية في هذا الملتقى الرياضي في عاصمة الميادين، مباشرة مع المركز الأول لأتابع عجايب مبارك بن راشد بن محمد بن منينة الشامسي مقدما شعاره. المركز الثاني القدوم وصلت، وصلت تبوك، تبوك وصلت وذكرت علينا تبوك يا أحمد يا بن عبيد يا بن مبارك يا الكتبية. المركز الثالث القادمة والمنطلقة أثيل سالم بن كنان بن سالم بالذويب العامري هو القادم في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع أتابع القدوم والحضور أحضرة المايدية حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي قادم مع المايدية. المركز الخامس القادمة مع المركز الخامس أتابع الذيبة فالح بن ياسر بن فالح الشامسي هو الحاضر، بينما المركز السادس الشاهينية هي الحاضرة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي قادم في هذه اللحظات مع الشاهينية. المركز الثامن أتابع القدوم والحضور اسم خطير اسم كبير بدأت تقترب خصام هي الحاضرة سعيد بن محمد العفاري هو القادم، بينما المركز التاسع القادم شعار الغيلاني يقدم لنا خطيرة أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني. المركز العاشر القدوم والحضور يا يسمى احضرت يا شعارات احضرت الظبي سلطان بن مسعود بن سالم بوشريدة هو الحاضر مع هذا الانطلاق الكبير. اتمنى العشر المراكز الاولى على مسامعكم يا من تتابع العودة الى عجايب مع المركز الأول، عجايب تقدم العجايب في عاصمة الميادين تنطلق في هذه اللحظات بشعارك يا مبارك يا بن راشد يا الشامسي يقدم لنا عجايب. أم العجايب أم الإنجازات أم البطولات تتقدم عجايب مع المركز الأول يا بن منينة. أوصلت تبوك أحمد بن عبيد بن مبارك الكيل الأخير الكيل الخطير يا أهل اللقاية يا أهل الندر يا أهل الأصايل. عجايب تتسنم الصدارة تستلم زمام الأمور عجايب مع المركز الأول مبارك بن راشد بن محمد بن منين الشابسي يقدم لنا شعاره يقدم لنا عجايب. المركز الثاني تبوك أوصلت تبوك أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبية وأحضرت أيضا القادمة هذه بشعاره من تتقدم ومن تنطلق المسكة، ولكن عجايب عصاد أبو بطانها عصاد أبو بطانها
انا ما حرك الشامسي، ما حرك ابو راشد، براشد اوصلت تبوك، اوصلت تبوك، روح يا الشامسي، روح مع عجايب تبوك وعجايب اللحظات الاخيرة، اللحظات الخطيرة، ولكن عجايب، عجايب بالانجازات، بالبطولات، روح مبارك بالراشد بن محمد الشامسي، مبارك ومبارك عليك هذا الفوز. الشامسي الشامسي، سلامي وتحياتي واحترامي. المركز الثالث تبوك، احمد بن عبيد بن مبارك اكتب المركز الثالث. اوصلت المركز الثالث الشاهينية، عامر بن محمد بن عبيد المزروع المركز الرابع. اوصلت المسك، محسن بن سعيد العفاري المركز الرابع. ام الخامس، اوصلت مع المركز الخامس كانت شهب نايف بن محمد بن اروية الخيل. اذا انتهينا والناموس لمالك عجايب هذا الفوز، مبارك بن راشد بن محمد الشامسي. اذا متابعنا الكرام، التوقيت الزمني ولحظة الوصول 6 دقائق 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية، توقيت مميز. المركز الثاني، اوصلت مع المركز الثاني تبوك، احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي 6 دقائق 9 ثواني 6 أجزاء من الثانية، بينما اللي احتلت المركز الثالث كانت الشاهينية عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، وتوقيته الزمني 6 دقائق 9 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.